كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا والأمة الإسلامية بخير يا رب. بباء البهاء وسين السناء وميم الملك نبتدي، ثم نستولف ظلال النور الأحمدي، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى محمد الذي هو نبي كريم ومن مثله، وفوق الورى على فضله، وخير البيوت هم بيته، من الساجدين له الصفا. نبي رقى فوق العروش ويرضى الحصير ويأبى الفروش، ومن كفه يسقي الجيوش، إلى الدنيا ما مال أو قد هفا. وآدم لما أتى ذنبه وعصى في ذلكم ربه، رأى على ساق العرش اسمه، فنادى رب إن قلبي صفا. فتب ببركة الحبيب المصطفى، أدعى جعين وذا وصفه، ويبصر من خلفه طرفه، ويسقي الجيوش وذا كفه، كنهر جرى رائقا صفصفا. نبي رقى للعلا وارتقى، وجبريل بشره باللقى، تقدم وكل السما خارقة، فإني أخاف بأن أحرقا. نبي رقى للعلا ودنا، وعلى بساط التناج اجتنى، وناداه ربه هذا أنا، تملى بوجهي يا مصطفى. صلوا على سيدنا النبي، احنا كلنا كده متجمعين في حب سيدنا النبي الذي رآه سيدنا عمر بن الخطاب في يوم وقال له: يا رسول الله، لقد بكى الجزع شوقا إليك. واحنا كلنا عارفين قصة الجزع الذي كان يخطب عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صنع له منبرا لكي يلتقي بالمسلمين يوم الجمعة، صعد سيدنا رسول الله على المنبر فسمع للجزع أنينا بكاء كأنه بيبكي كبكاء الصبي الصغير. نزل سيدنا رسول الله من على المنبر واحتضن الجزع بيده الشريفة وقال وأمر أن يدفن هذا الجزع، ثم قال للصحابة الكرام: والذي بعثني بالحق لو لم ألتزمه لظل يبكي هكذا إلى يوم القيامة. فقوم سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا النبي، يقول له: يا رسول الله، لقد بكى الجزع حنينا وشوقا إليك، ونحن أحق بالحنين إليك سيدي يا رسول الله. فإحنا كلنا كده متجمعين في حب مين؟ سيدنا النبي، علشان نقول له إيه؟ نقول لي: في شفاعتكم يا سيدي طمع. صاحب الشفاعة هو مين؟ سيدنا النبي، سمعنا الصلاة عليه. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فيضا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نجلهم، في الذكر وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربى تجمعنا، في جنة الخلد يا طه برؤياك، جئناك نرجو الله في طمع، فهل يرد فتى بالحب ناجاك، حاشاك أن يعود من ناجاك دون قرا، أو يعود كسير القلب حاجاك، إن الخلائق يا طه بأجمعها لولاك ما رحمت والله لولاك. صل عليه. استمعنا إلى فضيلة الشيخ وهو يتلو علينا من آيات الله البينات في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب لها طابع مدني أصيل، معاني قوية علت على معاني آيات القرآن الكريم في سورة الأحزاب. وفي سورة الأحزاب المجمل والمفصل، وفيها
ما احتارت عقول المفسرين في الوقوف على معناه في سورة الأحزاب. آيات واضحة سهلة بسيطة المعنى، لما تقرأها تفهمها الأول مرة. لما يقول لك مثلا لقد كان لكم في رسول الله، ده معنى واضح أي حد يفهمه. وفيه ما احتار العلماء في الوقوف على تفسير سورة الأحزاب، فيها آيتين العلماء السابقين والموجودين حاليا الكل بيجتهد في تفسير معناهم، لكن ما احناش عارفين نوصل لمعنى حقيقي. آيتين اتنين هناخد واحدة منهم علشان ما نطولش على حضراتكم. منها مثلا إن الله وملائكته يصلون على مين؟ على النبي. ودي من خصوصيات سيدنا رسول الله في القرآن، يقول لك هل سمعت أن الله قد صلى على نبي غير الحبيب محمد؟ دي خصوصية خاصة لسيدنا رسول الله، وإحنا بنحتفل بمولده، وله في القرآن أكثر من 50 آية عطاء خاص من الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله. مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني إيه؟ صلاة أحدنا على أخيه معلومة وواضحة ومفهومة، لكن لما نيجي نتكلم عن صلاة الله على النبي يبقى لازم نقف، لأن المعنى مش هيبقى سهل. أو بمعنى آخر، فيه من البلاغيات ما يحتاج إلى عقل وتفكير وتدبر وتأمل. في الأول نفهم يعني الصلاة في اللغة العربية. قال لك الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، وبالتالي لما نعمل الصلاة ندعو لأحد. قال لك دي بتستلزم 3 أركان: داعي ومدعو ومدعو في حقه. فلما نيجي نقول اللهم اغفر لفلان، يبقى الداعي احنا، وبنتوجه بالدعاء لمين؟ ها لمين؟ ومدعو في حقه اللي هو الشخص اللي احنا بنطلب له الرحمة. لكن المعنى ده ما يمشيش مع الله تبارك وتعالى، يستحيل في حق ذات الله. المخلوقات كلها بتتوجه بدعائها لمين؟ بس ربنا مش هيتوجه بدعاء الحاد، وبالتالي يبقى المعنى مختلف. هنا وقف أهل العلم علشان نفهم يعني إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي. فاجتهد أهل العلم، خد بالك احنا بنقول اجتهد لأن القول فيه اجتهادي، إذ لم يرد عن رسول الله قولا مفصلا في هذه المسألة. ولكن قال أهل العلم إيه؟ قالوا إن الله عز وجل المقصود من صلاته على النبي وحده من 3 معاني. أنا عايزك تسمعني الصلاة على حضرة النبي. أول معنى هو خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عامة، فجعل الله لكل نبي دعوة إلى قوم خاصة، وكانت دعوة النبي عامة للناس جميعا. دي من خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2، قال أهل العلم أن المقصود منها هو رفع ذكر اسم النبي، فلم يرفع الله ذكر نبيا مثلما رفع ذكر الحبيب المصطفى محمد، اللي سيدنا الشيخ كان بيقرأها علينا دلوقتي: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكر. دي كان لها قصة مع سيدنا النبي. لما مات أبناء النبي في حياته، فقال اليهود وتطاولوا بالكلام على سيدنا النبي، فقالوا إن محمدا لا يعيش له ولد، وسوف ينقطع ذكره إذا مات، فإذا مات محمد لن يذكر اسمه. والكلام بقى يوصل لسيدنا النبي، لكن سيدنا النبي أرفع من أن يرد على هذا الكلام، فنزل عليه أمين الوحي جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك الله عز وجل: أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ فقال: الله أعلم يا جبريل. قال: يقول لك لا أذكر إلا وتذكر معي.
ولذلك احنا بنقول كلمة الشهادة ودخول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، ونقف ولا بنكمل حاجة تانية بعدها؟ بنكمل بنقول إيه؟ وأن محمدا إيه؟ إذن فذكر النبي دائم إلى يوم القيامة. ولذا أعجبنا في هذا قول من قال في حق حضرة النبي: أغر عليه للنبوة خاتم. ما هو مين خاتم الأنبياء والمرسلين؟ وسيد النبي وليس الشيخ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إيه؟ وخاتم. فالنبي الخاتم هو مين؟ وسيد النبي. قال له أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يقر ويشهد، وضم الله اسم الحبيب لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ما صل عليه. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرح له صدره وشق له صدره في أكثر من موقع، كما أورد ابن عساكر في سيرته أن رسول الله شق صدره 3 مرات، كل مرة ليها موقف مختلف وليها ظروف مختلفة. وما سمعنا أن نبيا شق صدره إلا مين؟ إلا سيدنا النبي. ولذلك دي من خصوصيات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك إيه؟ صدرك. وبعدين ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر إيه؟ يسرا. إن مع العسر إيه؟ يسرا. ولذلك قيل في حق سيدنا النبي: الذكر لأحمد مرتفع، فصلوا عليه لتنتفعوا، وبها في الأخرى تنتفعوا، ودليل القول ألم نشرح. يا أحمد أنت لنا مطلب، إذ قال لك المولى فارغب، ولربك مولانا فانصب، ودليل القول ألم نشرح. يا أحمد شانئك الأبتر، في حكم منزلك الأقهر، إنا أعطيناك الكوثر، ودليل القول إيه؟ ألم نشرح. إن أنقض لي ذنب ظهرا برسول الله أرى الفخرا، فرسول الله على قدرا، ودليل القول ألم نشرح. الكل بطه سادات، ولكل نبي آيات، هي معجزة ودلالات، وما ساوت قدر إيه؟ ألم نشرح. الله تعالى كمله، الله تعالى فضله، وبرؤيته قد كمله، ودليل القول ألم نشرح. صلوا على سيدنا النبي الذي أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي نبيا غيره، فرفع له قدره. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يبقى المقصود من صلاة الله عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رفع ذكره وشرح صدره. خد بالك علشان نفهم المعاني دي، رفع ذكره وشرح صدره، ثم الله يديك الصحة مولا، ثم الأخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إذا أدركوا زمان محمدا أن يؤمنوا به ويتبعوه صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنقول إن دي مسألة اجتهادات من أهل العلم، ثلاث معاني دول موجودين في كتاب نظرة النعيم. بس في حاجة غريبة، في موقف آخر مشابه ومماثل لهذا الموقف، علشان كده أنا بقول إن دي اجتهادات، وما زال المعنى خفي عنا في المقصود من صلاة الله على حضرة النبي. إيه الموقف بقى؟ سيدنا النبي لما أحس بدنو أجله قال إيه؟ قال إذا ما مت فليغسلني جماعة من أهل بيت ثم كفنوني في يمنية بيضاء. طب وبعدين؟ قال لك ضعوني على شفير قبري ساعة فإن أول من يصلي علي هو مين؟ يبقى إذن في معنى احنا ما احناش فاهمين، هناك معنى آخر لم يفتح الله عز وجل لنا باب علم حتى نرتقي إليه. ثم لم يكتفي القرآن الكريم بهذا، وإنما قال إن الله وملائكته. إذن الملائكة أيضا تصلي على مين؟ على سيدنا النبي. والعلماء في هذه المسألة قال لك إن للملائكة صلاة خاصة على جميع المؤمنين يطلبون من الله الرحمة والمغفرة لكل مؤمن وكل من قال لا إله إلا الله وحد الله. ولذلك تلاقي في آية في سورة غافر بتقول لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإيه كمان ها
مول الاستغفار يعني صلاة من الملائكة على المؤمنين. ولم يكتفي القرآن بهذا، وإنما أمرنا بأن نصلي على سيدنا رسول الله في كل وقت وحين، حتى نرتقي بأنفسنا وبقلوبنا إلى جو من الملائكية الخاصة. فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولمحة بقى علشان تبقى النفحة بتاعت الليلة الطيبة المباركة اللي احنا اتجمعنا فيها. سئل سيدنا رسول الله، وانا هسألك السؤال بشكل مختلف، احنا كلنا بندعو مين؟ بندعو الله. وبعدين الناس تأمن على الدعاء، ويعني لما يبقى حظك كويس يقوم ربنا يرزقك برجل صالح يؤمن على دعائك. لكن السؤال بيقول لك: متى يؤمن الله على دعاء عبده؟ شوف انت تدعي ربنا دعاء، واللي يؤمن على الدعاء هو مين؟ ها والله يمكن احنا ما نعرفش الحكايه دي. امتى بقى؟ سئل سيدنا رسول الله عن الصلاه عليه، فقال سيدنا رسول الله: هي من المعضلات، ولولا أنكم سألتموني عنها ما أخبرتكم بها. لو أنتم ما سألتوش ما كنتش هقول، أو لا أقول. قول يا سيدنا النبي، إحنا عاوزين نعرف. قال: إن الله عز وجل وكل بي ملكا، فإذا قال العبد المؤمن: اللهم صلي على النبي، قال هذا الملك: اللهم اغفر لقائلها. وقال الله عز وجل: آمين. يبقى الحالة الوحيدة اللي ربنا هيأمن على دعائك لو انت قلت ايه؟ اللهم صلي ايه؟ طب ما يلا تعطر فمك بالصلاة على سيدنا النبي. لم يبقى لنا في هذا المقام، مش عاوز نطول على حضراتكم، إلا أن نتوجه لله عز وجل بالدعاء سائلينه الرحمة والمغفرة، وأن يجمعنا دائما في بيت من بيوته على خير، فهو أهل ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمة النبي الكريم، واجمعنا به يوم القيامة يا كريم. اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكل ذي فضل علينا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الكنز المطلصم، وعلى السر المعظم، وعلى النور المطمطم، وعلى البحر المعمم الذي آنست به الحطيم وزمزم، والذي من صلى عليه سيغنم، ومن لم يصلي عليه سيأثم، والذي حميتنا ووقيتنا به من شر نار جهنم كلما اشتاق مشتاق إلى مكة وزمزم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم طيبين.